مشاهدينا من مطروح للدقهلية، زميلتنا سالي نافع مراسلتنا في الدقهلية طبعا بتنضم لنا تليفونيا برضو عشان نطمن على الأحوال. الدقهلية طبعا محافظة كبيرة مترامية الأطراف وعندها جزء على السواحل الشمالية. سالي بصبح عليكي، ويا ريت تطمنينا برضو على الدنيا عندكم عاملة ازاي. انتم مساحة كبيرة، تعداد سكاني مش قليل، وده ممكن يكون سبب بعض العطلة إلى حد ما في أي من القطاعات. يا ريت بس تقولينا الصورة عندك عاملة ازاي، وطبيعة الحركة المرورية ايه اخبارها، وهل عندكم النهاردة مطر ولا الدنيا مستقرة؟ صباح الخير يا هشام. صباح الخير على كل مشاهدينا. بالفعل النهارده في تحسن كبير جدا في الاحوال الجويه. الشمس بدات تظهر، تحس ان احنا يعني صيف، بس يعني ايه مع نسمه هواء بسيطه. كمان زي ما حضرتك قلت ان محافظه الدقهليه محافظه كبيره، تعدادها يصل ل 7 مليون نسمه متراميه الاطراف، في منها جزء الشمال بيقع على البحر المتوسط، عندنا بحيره المنزله ومدينه جمصه، دول كانوا اكثر اماكن شهدت امس امطار. لكن الدقهليه عموما امبارح شهدت رياح، في بعض سقوط امطار الناس كلها كانت ملاحظاها، وكان نتيجه للتحذيرات الارصاد من التقلبات الجويه كان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه علق الدراسه امس واليوم اليوم الثاني على التوالي، حفاظا على ارواح الاطفال داخل المدارس. الموضوع ده خاص بالمدارس فقط، يعني المدارس الازهريه والمدارس جميع مراحل المدارس دون الجامعات. يعني سليم، كنا احنا بنشوف دلوقتي معانا في الصوره يعني سيارات شفط البيان مترصه في مشهد من محافظه الدقهليه، عايز اعرف ازاي تعاملت الاداره المحليه مع فكره الامطار او تراكمات المياه في الشوارع، وبرضه في الخلفيه كان شايف سيارات اللي هي المتعلقه بجمع القمامه، فواضح ان هم برضه شغالين على قدم وساق. يعني بالفعل محافظه الدقهليه كان في موضوع منظومه النظافه عاملين منظومه الجمع من المنبع، وده بيخلي تواجد مستمر لجميع السيارات لتجميع القمامه اللي بيتم تجمعها من المنزل. في ظل المطر كان في تعاملات، اللي هو كان في تطهير مسبق، كان في يعني حاجات استباقيه قامت بها الاجهزه التنفيذيه في جميع الوحدات المحليه على مستوى المحافظه. كان في عده اجتماعات لمحافظه الدقهليه مع الجهاز التنفيذي، كان اهمها في اكثر من اجتماع هو التجهيز للاستعداد لموسم الشتاء، خاصه مع التحذيرات الموسم الشتاء بادئ بتحذيرات شديده جدا من الارصاد. كان في عمل اصطفاف كبير جدا لاسطول العربيات تم زيادتها من عربيات الكسح في شركه مياه الشرب والصرف الصحي. كان محافظ الدقهليه اكد على جميع رؤساء المدن بالتعامل مع المياه اول باول قبل تجمعها، ولحد دلوقتي الحمد لله محافظ الدقهليه ما شهدتش يعني الاعصار الكبير او الموجه الكبيره للامطار، لكن زي ما قلت لحضرتك في استعداد كامل للتعامل الفوري في حال تساقط اي امطار. في تشديدات على يعني مفيش حد ينام. طيب انا بشكرك يا سالي، شكرا جزيلا، زميلتنا سالي نافع مراسلتنا في الدقهليه.